هاي يا حلوين، ازيكم؟ عاملين ايه؟ فيديو النهاردة هيكون فيديو مقارنة بين باودر لونا وتشاو وسيبال واماندا، اللي هما كل الباودرز الموجودة في الدراج ستور المصري، يعني تقريبا الاربع ماركات المصري الموجودين. فهعمل لكم مقارنة بينهم. طيب، اول واحدة هبدأ بيها هي سيبال. دي انا كنت اتكلمت عليها في الفيديو بتاع افضل خمس باودرز كومباكت من الدراج ستور، هسيب لكم لينك الفيديو تحت في الديسكريبشن بوكس. هي بصراحة حلوة جدا وانا مخلصاها تقريبا، يعني دي بالنسبة لي احلاهم، لان هي ناعمة قوي قوي قوي، ناعمة جدا جدا بطريقه اللي هو يعني ما تحسوش ان انتوا تحطوا باودر. والناس اللي بشرتها جافه ممكن لو زودتي منها مش بتجفف في البشره خالص، يعني لو خدتي بيها بباف سبونج وحطيتيها كتير، يعني خدتي كميه كبيره وحطيتيها، مش هتحسي ان وشك مشدود او ان هو سحب منه كل الترطيب اللي فيه ولا اي حاجه. ممكن تحطيها في الشتاء، انا كنت بستخدمها في الشتاء كانت حلوه جدا. هي بس عيبها الوحيد اللي هي بصوا عامله كده، دي ما وقعتش مني ولا حاجه، بس هي بقت 100 حته كده من ما معرفش ليه، يعني مع ان الباكجينج من بره شكله حلو جدا، يعني هي الباكجينج بتاعها شكله حلو، بس هو شكل بس، انما كواليتي يعني هي لو كواليتي شويه، فتكسر بسهوله. يعني الباودر دي هي اسمها سموث اند وير كومباكت باودر، الدرجه اللي معايا 05، اسمها ميديم بيج اسمها، عشان معرفش هما منزلين باودرز تانية ولا لأ، بس انا كنت جايباها من فترة يعني، وكان سعرها تقريبا في حدود 120 جنيه او 100 جنيه، حاجة زي كده. هو في بنت كانت كاتبالي على الفيديو بتاع التوب 5 كومباكت باودرز ان سيبال مش مصري، سيبال ايطالي، بس بصراحة مش عارفة، يعني ممكن تكون هي مصري بس الحاجات من الماتيريالز المستخدمة تكون ايطالي، فعشان كده كاتبين عليها ان هي ميدن ايطالي، بس دي مش مكتوب عليها ان هي ميدن ايطالي ولا حاجة، فمش عارفه بصراحه. انا اللي اعرفه ان هي مصري، فحتى لو كانت ايطالي كانت هتبقى موجوده في دول تانية، بس هي موجوده في مصر بس، فمش عارفه بصراحه. anyway يعني هي حلوه بصراحه، الباودر دي حلوه، كميتها 12 جرام، مناسبه اكتر للناس اللي بشرتها جافه وعاديه ومختلطه شويه، ممكن في الشتاء يستخدموها، لكن البشره الدهنيه ما اعتقدش ان هي تبقى مفيده خالص ليها، لان هي خفيفه قوي ومش يعني مش هتمنع افراز الدهون، او مش هتتحكم في افراز الدهون زي الباودرز التانية. انت بتحطي منها كمية هتتحكم في افراز الدهون وتخلي وشك مات وكده، لا دي مش هتتحكم في وشك، مش هتتحكم في افراز الدهون ولا حاجة، ولا هتخلي وشك مات ولا كده. دي لو حطيتيها وانت بشرتك دهنية بعد فترة هتلاقي وشك بيلمع عادي، والاماكن اللي فيها زيوت او كده هتلاقيها بتفرز دهون عادي جدا جدا. يعني هي حلوة قوي للناس اللي بشرتها جافة وما بتحبش تحط باودر، او ما بتحبش تثبت الفاونديشن وكده، بقيت خفيفة لو حطيتها على وشها كله هتدي فلتر كده شكله حلو ومن غير ما تنشف لهم وشهم زيادة. تاني احلى واحدة بقى اللي هي دي من تشاو، اسمها الترا فاين كومباكت باودر، الدرجة اللي معايا دي درجة 31، برضو ملهاش اسم معين، هي اسمها الترا فاين كومباكت باودر ذات جيفز يور سكين ا فيلفتي تاتش. الكمية بتاعتها 14 جرام ومكتوب عليها ميد ان ارب ريبابليك ايجيبت وايطاليان انجريدينتس، بس كده، ده كل مكتوب عليها. بصوا ده شكلها من جوه، برضو الباودر دي حلوه جدا، ليها تغطيه بس تغطيه خفيفه زي بتاعه سيبال، يعني ما تتوقعيش ان هي هتديكي تغطيه عاليه زي الباودر بتاعه ماك مثلا، لا مش هتديكي تغطيه واو، يعني هي خفيفه قوي، فبس حلوه جدا وناعمه ناعمه ناعمه قوي برضو، ومن الحاجات اللي بتدي فلتر حلو للوش، ويعني ولو انتي حاطه فاونديشن نص ونص الباودر دي ممكن تصلح لك الفاونديشن وتخليه شكله حلو. تقريبا كان سعرها 60 جنيه او 70 جنيه، فمش غاليه وسعرها حلو وكميتها كمان كبيره هتقعد معاكي فتره. الباودر دي انا بستخدمها في تثبيت الكونسيلر، بستخدم كلهم بصراحه في تثبيت الكونسيلر عادي، يعني ما عنديش مشكله، لان انا ببقى خارجه خروجه سريعه او كده، فمش حاجه يعني فرح او رايحه حاجه عايزه حاجه تقعد معايا فتره طويله، بس برضو ما تتوقعيش منها ان انت لو خدتيها بفرشه بايد خفيفه كده انها تثبت لك الكونسيلر كويس وكده، يعني ممكن تحطي منها كميه كويسه علشان تضمني ان الكونسيلر ما يخططش، بس هي بتثبت الكونسيلر حلو ومش بتدي منظر كيكي تحت العين، او ان انت حاطه حاجه شكلها مش حلو، لا بالعكس، يعني مش هتخلي منظر تحت العين شكله مش حلو. بس برضو هي مش مناسبه للناس اللي بشرتها دهنية، ممكن لغاية البشرة المختلطة، وبرضو
يعني لما تكتري منها مش هتحسي ان انتي وشك مشدود قوي. دي ولا بقى التالت احلى واحدة بحبها، ودي تقريبا احدث واحدة انا جايباها. هي الباودر دي من لونا اسمها كومباكت باودر، بس كده ملهاش اسم معين يعني. والكمية بتاعتها 11 جرام، والرقم بتاعها 606، وده شكلها من جوه، معهاش مراية ولا حاجة، ما فيش ولا واحدة فيهم معاها مراية غير تقريبا بتاعت سيبال. فدي حاجة حلوة برضو عند سيبال يعني، بس انا شايفة ان برضو الستيل الباكجينج بتاعهم لو كواليتي. لونها برضو ميد ان ايجيبت، مكتوب عليها من ورا ان هي ميد ان ايجيبت. ودي بقى دي عالية، تغطيتها حلوة جدا، فلو انت عايزة مش بتستخدمي فاونديشن اصلا، او لو انت عايزة حاجة تزود الكفر بتاع الفاونديشن، الباودر دي هتكون هي المناسبة جدا يعني، لان التغطية بتاعتها عالية. انا ساعات بستخدمها من غير كونسيلر ولا حاجة، بحط منها كمية تحت عيني. هو طبعا حاجة مش بروفيشنال يعني، حاجة مش تبقى الطف حاجه في الدنيا، بس انا ساعات بعمل الحركه دي عشان ببقى مكسله ان انا احط كونسيلر، وببقى نازله مثلا بسرعه او قاعده في البيت بس، فمش محتاجه يعني ان انا احط حاجات كتير. فباخد بسبونج كده وبروح حاطه تحت عيني، بحيث ان هي ايه تدي منظر شويه ان تحت عيني شكله احلى يعني، مش تعبان ولا حاجه، وفي نفس الوقت تبقي انت ما حطيتيش حاجات كتير ولا حاجه، هي طبقه خفيفه وخلاص. ده بتساعد فعلا ان هي تغطي يعني تغطي الهالات وكده، لو انت طبعا ما عندكيش هالات كبيره، بس فعلا بتدي تغطيه حلوه جدا. وممكن برضو تنضفي بيها او تعملي بيها كونتورنج، لو انت بتحبي تعملي تحددي من هنا الخدود، او تعملي من هنا الاي شادو، الحاجات دي برضو دي هتبقى اكتر واحدة مناسبة وهتساعدك في الموضوع ده. دي كان سعرها 60 جنيه تقريبا، كنت جايباها من على سوق، ورقمها زي ما قلت لكم 606، بس لونها غامق شوية عليا يعني، لونها لو انا عايزة انور تحت عيني مش دي اللي هتبقى مناسبة ليا، لان الدرجة بتاعتها غامقة، درجتها غامقه مش فاتحه. هي ممكن تبان لكم على الكاميرا ان هي فاتحه شويه، بس هي لا، الدرجه بتاعتها اغمق من لون تحت عيني، فمش هتبقى مناسبه للتنوير يعني. بس الباودر دي بقى مش هتبقى حلوه قوي مع البشره الجافه، لان هي لما بزود منها شويه بحس ان انا وشي اتشد بقى، وبحس ان هو شويه في يعني اتسحب الترطيب منه، وفي نفس الوقت لو انت عندك قشور او كده هتبينها، فبلاش البشرة الجافة معاها. هي ممكن من اول العادية لغاية الدهنية تبقى حلوة معاهم يعني، او ممكن الجافة تستخدمها في الصيف. رابع واحدة بقى اللي هي الاماندا فيلفت كومباكت، اسمها اماندا فيلفت كومباكت باودر. هم عندهم كذا شكل من الباودرز، فدي واحدة منهم. الدرجة بتاعتها 20، the most ultra fine smooth long wearing powder، والكمية بتاعتها 12.5 جرام، ومكتوب عليها ميد ان ايجيبت. على فكره في حاجات من اماندا بيبقى مكتوب عليها ميد ان ايجيبت، في حاجات بيبقى مكتوب عليها ميد ان ايطالي، في حاجات طبعا مكتوب عليها ميد ان جيرماني. دي بقى الوحيده اللي فيهم تقريبا بيجي معاها باف سبونج هنا صغيره بتبقى موجوده في الحته دي، والباودر بتبقى كده فوق هنا، وبيجي معاها مرايه برضو، فدي حاجه حلوه. والباودر دي فيها شويه، الدرجه اللي معايا دي فيها شويه شيمر صغيرين كده، وتغطيتها حلوة جدا، بس لو كترتي منها هتعمل فلاش باك، هتضرب في الكاميرا وتعمل فلاش باك، فمش حلو ان انتي تروحي بيها فرح او حاجة. طبعا مش بستخدم الفلاش خالص يعني، في اي صورة بتصورها دايما بتصور من غير فلاش، او بعتمد على الاضاءة العادية يعني، فموضوع الفلاش باك ده مش بيفرق معايا، الا بقى لو انتي عروسة وده فرحك، او لو انتي رايحة فرح فلازم هتتصوري بفلاش، فهنا بقى مش هينفع تحطي حاجة من الحاجات دي. بس الاستخدام اليومي هي حلوة جدا، ناعمة جدا برضو، وبرضو من الباودرز اللي لو كترتي منها هتحسي ان وشك مشدود، وهتحسي ان هي بتسحب الترطيب من وشك، فمش حلوة للناس اللي بشرتها دهنية. واحدة بقى واللي هي برضو هي اكتر للناس اللي بشرتها دهنية، المفروض ان هي اسمها مات ستوديو، هي معمولة اصلا للبشرة الدهنية، فمش مناسبة للبشرة الجافة، لان لما بتكتري منها برضو بتسحب الترطيب جامد. اللي هي اسمها ستاي اون ماتيفاينج باودر ووتر بروف لونج لاستنج بيرفكشن. هي بصراحة دي يعني انا خليتها اخر واحدة، لان هي مش زي ما مكتوب عليها في الكتابة اللي عليها يعني، هي مش بتعمل اللي هي بتقول عليه، عشان كده خليتها في الاخر، لان هي مش ووتر بروف عادي. لو انت بشرتك دهنية هتلاقي ان هي بتروح عادي، ولو جه عليها مية هتروح برضو عادي، فاللي هو مش لونج لاستنج بيرفكشن ومش ووتر بروف. كاتبين عليها من ورا ان هي suitable for all skin types، لا يعني بلاش البشرة الجافة، لان هي هتنشف البشرة زي ما قلتلكو. والدرجة اللي معايا دي رقم 2، برضو درجة كده على
مش درجة للتنوير يعني، لون الوش بالظبط، فمش هتبقى حلوة لو انتي حطيتيها تحت عينك. وبرضو ليها تغطية بس مش عالية زي اللونة واللي هي الفيلفت كومباكت باودر، الاثنين دول اعلى في التغطية، بس برضو حلوة وناعمة جدا وانا بحب استخدمها. بس ما كتريش منها لان انا لما بكتر منها بحس ان وشي بينشف. البشرة الدهنية اعتقد في الصيف مش هتبقى دي حلوة معاها، لان هي تخلي وشها يفرز دهون عادي جدا. بعد كام ساعة كده هتلاقي ان هي يعني ما وشك بقى كله بيلمع عادي، ما كأنك مش حاطة حاجة. فثبتها مثلا 3-4 ساعات وخلاص لو الجو حر قوي واحنا في الصيف يعني. وكمان لو انت بقى وشك بيعرق فهي هتروح خالص ولا كأنك حطيتي حاجة. فدي دي كانت اغلاهم على فكرة، اغلى واحدة من اماندا تقريبا سعرها 120 جنيه، دي تقريبا اغلى واحدة في اللي انا اتكلمت عليهم. الفيلفت كومباكت مش فاكرة بصراحة سعرها كان كام، فبس هي بتهيألي في حدود 100 او اقل من 100، مش اكتر من كده. دي اللي كانت اغلى واحدة فيهم وبالنسبة لي مش احلى واحدة فيهم. برضو الكمية بتاعتها 12 جرام ومكتوب عليها ان هي ميد ان عرب ريبابليك ايجيبت من ورا، والدرجه بتاعتها زي ما قلت لكم درجه رقم. بس كده حلوين، دي كل حاجه الفيديو النهارده. يا رب يكون الفيديو عجبكم وتكونوا استفدتوا. لو عجبكم الفيديو بليز اعملوا لايك للفيديو ده، وما تنسوش تشتركوا في القناه عشان يوصل لكم نوتيفيكيشن بكل الفيديوهات الجايه، وتضغطوا على علامه الجرس. وما تنسوش كمان تعملي فولو على انستغرام، بسيب دايما اللينك تحت في الديسكربشن بوكس. ولو حابين كمان تسالوا عن اي حاجه سيبوا لي تحت في الكومنتس، برد على كل الكومنتات ولا كومنت ما بردش عليه. فلو عايزين تسالوا على اي حاجه سيبوا لي تحت في الكومنت ارد عليكم. واشوفكم الفيديو الجاي، باي باي.